أكيد اللجنة راح تبدي سجل نقاط للمتسابقين، فالمتسابق اللي راح ياخذ نقاط أكثر راح يتأهل إلى المرحلة النهائية. منو هذا اللي راح يتأهل ويانا للمرحلة النهائية؟ خلينا نشوف، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وصار وقت إعلان الفائز اللي راح يتأهل ويانا للنهائي. وأكيد مثل ما تعرفون إنه اللي راح يغادرونه ثلاثة. قبل لا أذكر اللي راح يتأهل ويانا، كلمة للشيف مفيد. شكرا نور. طبعا شباب بنات، أنتوا الآن تتنافسون، تعرفون تتنافسون على النهائيات، يعني اختيار شخص واحد بيكم من الأربعة حتى يتأهل للتنافس والحصول على المركز الأول اللي هو شيف العراق الأول أو الثاني أو الثالث. يعني اللي راح يخرج منكم مو يغادر، من اللي يخرج يعني اللي يصعد، فهذا راح يكون أكيد إما شيف العراق الأول أو الثاني أو الثالث، لا محال اللي راح يكون منكم واحد. ما اريد اقول يعني عندكم تقصير مثلا، لكن اكو ملاحظات، هذه الملاحظات اذا كانت ايجابيه صعدتكم، اذا كانت ملاحظات سلبيه فنوعا ما نزلتكم درجه درجتين مو اكثر. يعني ما تقولون يعني خلينا نقول خطوره، نحكيها خطوره بالايجابي، يعني ما تقولون خطوره وعمل مثابر ونكات وكلاسيك واجتهاد ولمسات عن اللي راح يكون الاول. ما تقل يعني بياناتكم فارق بسيط جدا، يعني ملاحظات بسيطه. نعم. فاللي ارجو منكم الثلاثه اللي غادرونا خلي يكونون ويانا متواصلين باستمرار، لانه راح نعطيهم وشير ظافر وعدكم ان شاء الله دورات ان شاء الله بالمستقبل القريب. راح تكون تأهل اكثر للخوض ب شيف العراق الثالث والرابع والخامس ان شاء الله بالمستقبل. نعم، شكرا شيف. نعم. مفيد. طبعا اكو مفاجاه من الشيف مفيد، مقدمه لاحد المتسابقين. طبعا هو راح يغادرنا. عفوا نور، يعني هذه من معمل بهارات وتوابل الشيف مفيد. نعم. يعني اكيد هذه الهديه اكيد يستحقها للاطباق اللي كانت مميزه. أوكي. نعم، بس للأطباق اللي كانت مميزة، وأكيد راح تكون سفرة إلى كردستان للعراق من غير الأول، يعني من غير الفائز الأول، أطباق أخرى مميزة. تصفيق لمتسابقة علياء. هذه هي الهدية المقدمة، تستحقيها وشكرا. أما بالنسبة للمتسابقين اللي راح أذكرهم، الاثنين راح يغادرون وراح يبقى متسابق واحد يتأهل ويانا للنهائي. المتسابقة شهد راح تغادرينا للأسف. كنتي ممتازة في التصفيق، وإن شاء الله حظ أوفر بالمرات القادمة. أما المتسابق الثاني مازن أو مالك، المتسابق اللي راح يغادرنا اليوم هو مالك. بالتوفيق. أكيد كنت مبدع يا مالك، شكرا لك، مشاركة حلوة وتجربة كلش حلوة. مازن ألف مبروك. ألف مبروك. شيف العراق الأول إن شاء الله. ألف مبروك يا مازن، وشكرا لكل المتسابقين، وشكرا لكل الكادر اللي ساهم بهاي الحلقة المميزة. انتظرونا بحلقات أخرى وبمنافسة أخرى وتحدي آخر من برنامجنا شيف العراق الموسم الثاني. إلى اللقاء.